مشاهدي الكرام، الآن سنتابع وإياكم ونتوقف اليوم مع الخزنة 24 خزنة، لكن طبعا قبل ذلك أيضا كانت معنا 24 خزنة باستثناء طبعا خزنة واحد طبعا تم حذفها. وفي هذه الحلقة أيضا مرة أخرى طبعا نكرر اعتذارنا للأخوة في منطقة حجر ومديرية حجر الثورة. طبعا ما تم هو كان طبعا من خلال سجية وطبيعة لاثنين من المتسابقين قدموا طبعا مجموعة مصطلحات. أصحاب حجر يقولنها طبعا ليست مصطلحاتهم وليس كلامهم، بالتالي طبعا تم استثناء هذه الحلقة حتى من التصويت ومن المشاهدات كذلك. خالص اعتذارنا طبعا لهم وطبعا لكل ربما أيضا من أخطأنا في حقه، وإن شاء الله نواصل معكم جميع الفقرات في مواسم أخرى قادمة، فلكم كل الشكر والتقدير. الخزنة اليوم طبعا للعلم قبل ما نتابع المشاهدات الآن وقبل ما نشوف الآن كم صوتوا وكم شاهدوا، طبعا الخزنة فيها اثنان، في خزنة تم فتحها وحصل صاحبها على 120 ألف، وطبعا سعدنا بالتعليقات أبرز التعليقات والسلبيات اللي يقولوا أنكم مفروض الماء اللي ما فاز له حاجة. طبعا هذا المقترح يؤخذ من الآن إن شاء الله بعين الاعتبار بإذن الله تعالى، إن كان في العمر بقية المواسم القادمة إن شاء الله سيكون للفائز وغير الفائز إن شاء الله جوائز. وأيضا في هذه الحلقة 100 ألف ريال للخزنة، ستكون المياه تنصف نصفين، 50 ألف للي فاز و50 ألف اللي ما فاز في الحلقات اللي فتحت فيها الخزنة. وكذلك طبعا في جميع الخزنات 100 ألف للي حصل على 20 و100 ألف اللي حتى ما حصل على 20، تنتصف ال100 ألف إلى نصفين بين الفائز أيضا والخاسر. إذن من هم الاثنان أو الاثنتان الذين سيفوزا ب100 ألف ريال؟ نتابع أولا أبرز وأجمل لقطة من كل حلقة، نستعرض 23 خزنة إيش تم فيها وإيش اللطافة وإيش الجمال اللي فيها وإيش التميز اللي فعلا كان في الخزنات، نتابع وإياكم. عم أحمد جاهز؟ جاهز. طيب لحظة، بجاهز إيش بتسوي؟ بفتح الخزنة. كيف بتفتح؟ ها؟ كيف؟ بالقدوم حتى بفتح. هذه خزنة طبعا رقمية، جيب له الكارت يا سعيد. هذا كارت، هذه المفاتيح الآن اللي فيها. أيوه. هذه 10 أرقام، طبعا في كل حلقة نأخذ رقم. 14، 15. طيب، واحد منهم صح والبقية غلط، إيش من رقم بتحطه الآن؟ ضغط عليه بسم الله، قل بسم الله أهم شيء، إيش من رقم؟ ايش من رقم بتحط؟ ايوه تعرف الارقام الانجليزيه هذه؟ يلا بسم الله. هذه هنا طبعا ال 100 ألف ريال. بغينا ال 20 بس، يكفي ال 20. يلا ابدأي على بركه الله. 0 2 2 خطا، اذا الخيار الاول 0 2 2 غلط. ركزي، باقي معك محاولتين. ركزي، باقي معك رقم واحد على راحتك. لا هبة، شوف هبة ما زالت. آخر رقم للأسف صعوبة. أيوة. هبة يعني كنت على الشفا، أنت سويت 0 2 9. أيوة. والرقم الصحيح 0 2 8. خلاص عادي شاء. حظوظك عادي ما فيهاش حظ. يعني حوالي 10 ثواني تأخرت. والله المفاتيح حق القرص ما حددت أنت، لا مفاتيح عامة موجود. أنا قلت لك مفاتيح القرص فيها صعوبة. أيوة فيها صعوبة. في إيش؟ في المفاتيح حق القرص. محمد ما أدري ما شاء الله الحين كم دحين جبت؟ 1000 ولا اللي تباش اللي. أولا السير جاب 2، تفاعلوا معك؟ هاي تفاعل. العمايم على طول جابوها، ماشي مشكلة فيها. طيب نشوف حقك المفاتيح، هذه أغلبها مفاتيح سيارات ومفاتيح. جاهز بسم الله. الرقم الأول 1 طرحت أنت أو إيش من رقم حطيته؟ الخيار الأخير. نشوف محمد حاول، أتمنى تفتح الآن في سيون أصحاب سيون. 0 3
أربعة سوي المربع بس المربع. قالت حاول ركز شوية محمد، باقي لك خيار أخير، إذا ماشي نحن نفتحها بواحد من الأرقام. حاول محمد، شوف محمد بسرعة بس. صفر ثلاثة صفر. كيف حظك؟ نحسن. تضغط الرقم. إذن ما شاء الله فتح الرقم وهذه 100,000 ريال. اسمع تحية لدانيا. لحظة دانيا، طيب دانيا شعورك الآن بعد هذه المحاولات وشد الجمهور؟ طوال شرح أحقق هدفي. هدفي إيش هدفي؟ هدفي معي هدف الشيء الآن أروح أحققه. طيب الهدف هذا خاص وسري ولا ممكن يعلن؟ خاص سري. الله يداريبه. الله يداريبه. إيش شعورك الآن ترجعي إلى بيتك؟ يعني جيت الكلية وما معك ريال، ولا أكيد معك 2000 اليوم؟ والله معي 200. حق القراع ولا إيش؟ حق القراع ولا البسط؟ لا حق البسط. طيب إيش شعورك الآن جيتي الكلية الصباح معاكي 200 وترجعي الآن ومعاكي 120,000؟ اللهم لك الحمد، شعور حلو. هذا ربي داري بي، يعني الله داري بي كل عبد. الحمد لله. والحمد لله. الدجاج جبتها؟ أكيد. وين رحت؟ فريت. قام الزمن. دقيقتين و20 ثانية ما شاء الله، كيف سويت؟ قفزت؟ رياضيين طبعاً، لابس شورت. واضح إنك رياضي. طيب الدجاجة دي ما شاء الله من وين جبتها؟ كلمني. وتقول لك بكبحك بكبحك. صفر خمسة ثمانية مربع. باقي محاولة، انتبه ركز. بسم الله يلا. صفر خمسة صفر. فتحت الخزنة 100,000 ريال. اسمع له تحية أقوى يستاهل. حسين لحظة تعال تعال لحظة لحظة. حسين يا حسين كيف اخترت الرقم رجاء؟ والله واحد إن شاء الله خير قال لي بعطيه حق الله من دول. نعم 100,000 طبعا فتحت هنا كما فتحت أمس. غدا هل تفتح هذه الخزنة أم لا؟ منطقة أخرى ومدينة أخرى. والكارت لك يا حسين، مبروك عليك، اسمع له تحية أقوى يستاهل. تقول بسم الله؟ هذه أول محاولة خطأ. ركز يلا واصل. أول محاولة يا شيخ فوبك. يا شباب المربع، باقي المربع بس. هذه ثاني محاولة خطأ. لحظة قل يا الله، قل يا الله. ركز. آدم إيش سويت؟ اخترت ثلاث ارقام، عارف الارقام اللي اخترتها؟ عارف الارقام اللي اخترتها. طبعا الان انا بفتح لك عشان ما يقولوا هذه رقم غلط، من ضمن هذه الارقام واحد يفتح، نفتح على بركة الله يا شباب. الرقم طبعا في الحلقة السادسة معنا، شوف صفر معنا ستة ومعنا انت قلت ثمانية، هو سبعة والمربع. هذا هو الرقم. خلاص طبعا ما كان من نصيبه، لكن ان شاء الله نقول لك على بركة الله، نقول لك مبروك عليك، راضي بالقسم النصيب. ما كانت هذه من نصيبك. جاهز على بركة الله. ركز، قبلك كثير فتحوا الخزنة، القطن خزنة وحيدة نتمنى أن تفتح فيها. بسم الله، قول بسم الله. بسم الله. واحد ستة خمسة. سوي المربع، لازم باقي المربع. ومن المرة الأولى مباشرة. لحظة، إيش الرقم اللي حطيته؟ 165. 165 صدفة مباشرة. مباشرة. كيف بدأت؟ والله هذا طلعت في رأسي على كذا، أشل في الأوسط. الأوسط فين؟ 165. من الغرائب والعجائب أن تفتح الخزنة من أول مرة. لا بوجودك معاي
هذا افضل شيء. انا وجودي يربشهم احيانا. لا انت وجودك معاي فرصه سعيده يعني. الرقم مره ثانيه كم؟ هل صنفته ولا؟ 165. 165 وما شاء الله. من اول مره ايش نقول؟ يستاهل. 120 ألف ريال في القطن فتحت من العجائب والصدف لأول مرة. مبروك ربيع. طبعا الخزنة الآن ماشي فيها فاضية، غدا إن شاء الله نمليها، وهل تفتح أم لا في أمان الله من القطن وحفظه. لو سمحتوا معنا برنامج اشتي أشياء بجيب أرجعها لك بعد البرنامج الآن بسرعة. اشتي ثلاث أشياء معنا برنامج الآن، اشتي أشياء برجعها لك. السلام عليكم. الآن بسرعة معكم من قناة حضرموت، معنا برنامج فيه مسابقة فمشتوا أي حذاء نسائية خمس دقائق ونجيبها لك. طيب بسرعة المسابقة عاد انتهت، برجعها احنا نازل 20 ثانية. من ستعجل؟ انتبه بس لا تطيح في مكانك وانا مكانك بسرعة. أم محمد ايش قالوا لكم أصحاب المحلة؟ لا والله كانوا متعاونين جدا. ايش قلتوا لهم؟ ايش قالوا لكم؟ قلنا لهم احنا معنا قناة حضرموت على اساس ان معهم برنامج مسابقاتي رمضاني، بس ان انتم تتعاونوا معنا. طلبوا مننا ثلاث حاجات تدوهن لنا، بننزلهن بس خمس دقائق وردها لكم. عادي تعاونوا. اتعاونوا بشكل فظيع. جاهز؟ قل بسم الله وابدا. ممتاز. ثمانية بعده. اثنين. المربع هذا. ايوه للاسف المحاوله الاولى محمد الجابري غلط. ركز، نحن اليوم في مكان جميل ان شاء الله تفتح. يقول لك خير. واحد. ثمانية. ستة. المربع. اعطوا له تحية اقوى، يستاهل. المئة الف ريال هنا لمحمد صالح الجابري. محمد ما شاء الله، ايش الحظ؟ باقي لك رقم اضافي ما طرحته. ايش الحظوظ؟ الحمد لله من الله توفيق. من الله؟ اخترت الرقم عشوائيا ولا مع ربك ولا؟ لا والله عشوائيا. عشوائيا؟ ايوه عشوائيا. الخزنه اليوم في المكلا فتحت، نغلقها ونحط فيها طبعا مياه غدا. وهل تفتح غدا وفي مكان اخر ام لا؟ بالتوفيق لاصحاب المكلا. من تفضل محسن، عندك اصوات قالوا وسمعنا عن اصواتك وتقليدك تفضل. تقليد الاصوات صوت احمد. احمد حق حضرمتون؟ حق حضرمتون. حقنا الحضارم. نعم والله، نحن احمد من شبوه، بس اضق حضرموت اضق عندكم. نحن هنا في شبوه حقنا نحن. نعم اضقني صربعها فيك ضامق، صربعها من شفك. نعم الله يا اخي. ممتاز. وش عاد عندك؟ وتقليد صوت زنبقة. تعرف زنبقة؟ زنبقة ذاك من حياكم الله، راح بكون في شبوه واهلا وسهلا. اعطوا له تحيه، يستاهل التحيه. هذه صوت ايش عنها؟ صوت ثالث. الشيخ ضفاح. شيخ مطقان. اوهو راح بكم في محطة شبوه، اهلا وسهلا. بسم الله. جاهز؟ قول بس جاهز. جاهز. جاهز؟ جاهز. يلا قول بسم الله. بسم الله. لحظة. بدأت؟ ايه بدأت بالاثنين. ابدأ. اثنين. صفر. سبعة. ما شاء الله فتحت. ما شاء الله. اسمع له تحية. ما شاء الله. كم الرقم اللي طرحته؟ 207. 207؟ ليش بدأت بهذا الخيار 2007 ولا ايش؟ والله دق قلبي عليه. قال لي ذا بعدين ما سمعته. بس ما سمعته ولا دق قلبي عليه. اه؟ سجل. انت قلت يعني تعال قرب. صدفة خيار ولا كيف؟ والله صدفة. صدفة كذا؟ ما شاء الله من أول رقم، هذه يعني من النوادر اللي فتحت. مباشرة من أول مرة 100,000 ريال هنا بداخل شبوة. اسمع تحية المحسن. اسمع تحية المحسن. ما شاء الله محسن يستاهل. مشتاق دومان. دومان اسمع له تحية. تفضل شوي. ايش من رقم سويته يعني؟ الرقم الأول غلط. ركز. الرقم الثاني شباب. الرقم الثاني. اثنين. واحد. ثمانية. المحاولة الأخيرة. مشتاق ايش من رقم؟ لحظة خلوه لا تربشون. للأسف ثلاث محاولات غلط. عمار جاب السيارة. ايش المفتاح حق ايش من سيارة ده؟ كورولا. كورولا ايش من نوع سيارة؟ ايش الشركة؟ اه كورولا ايش؟ سوزكي. تويوتا. تويوتا. كورولا تويوتا صح، مكتوب عليها تويوتا السيكل هذه صح. باقي الشخص، وين الشخص؟ اه الشخص شوف وين. طيب ايش من نادي هذا؟
باريس. باريس ايش؟ اه باريس سلماني سان جيرمان. لحظة عادوا ما فاز. أشوف علي العطاس. وين اللي جبت السيارة؟ قفل دي. إيش اسم السيارة؟ روما. أه؟ روما. روما إيش؟ إيش الشركة؟ تويوتا. تويوتا صح؟ موجود هنا. السيكل هذا تقولوا له هذا السيكل؟ ها. باقي الشخص وينه؟ شوفوا وين؟ النادي؟ إيش اسمه؟ بايرن ميونخ. بايرن ميونخ صح؟ جاء في 3 دقائق وربع وهو الفائز. اسمع له تحية عمار. ما شاء الله 5 كيلو ولا كم؟ 5 كيلو. قال هو. قال هو كيلو. يا. أول ما جبتي كانت حاجة صغيرة. ما تأكدي إنك كيلو. أيوه. والآن تأكدي. أنا ما بعرفش كم الكيلو. هو قال لي هو خلاص كيلو. الطفل. الطفل هو أصلاً طفل ما قدر يوزن. أنا أقول لك خلاص وصل كيلو. أنا ما بعرفش كم الكيلو بالهذي. قال لي خلاص وصل كيلو. الأخت ذكريات كانت الواصلة الأولى وكادت أن تكون الفائزة الأولى لولا أنها ما تأكدت من الكيلو. في البداية ما جابت كيلو، جابت أقل من الكيلو، وبالتالي للأسف محل والله مش أني. قال لي خلاص كيلو. تستاهل هدية طبعا. المركز الثاني أعطوا لها تحية. تستاهل ذكريات. للأسف ما كان كيلو من البداية. هذه هديتك طبعا. المركز الثاني وحظ أوفر إن شاء الله. إن شاء الله. حاجة بس ما تزعل. عادي ما بزعل. ليش عادي؟ فازت معنا المتسابقة سارة عدنان من تعز. اسمع لها تحية للفوز. تستاهل. طيب أقول 1 2 3 انطلقوا بسرعة. البدء يكون الشابة وراء. بس قل لي كيف بسرعة. كيف الآن تكون اللصقة والشعار وراء؟ كيف كيف دحين ما نشوفكم منكم يعني إيش تحسستوا ذا؟ قلوا لي بوه كيف يعني دحين بسرعة. صراحة يا شباب من هو الأسرع؟ انتهى عمر اولا. حسين صورون كبير ولا صغير ولا ايش؟ لا 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 ري لا لا ري ري صار ري معدول ري. يخاف ما هو على مقاس. لا 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 مقاس ري تمام. طيب تاخرت بس حاجه بسيط يا حسين. لا لا ما تاخرت ولا لا ما تاخرت. لحظه دحين طبعا اللي انتهى اولا هو عمر. اللي انتهى عمر. لكن نشوف الشب او اللصقه. تسمى الشب هنا او اللصقه او علامه الماركه اذا هي وراء. نعم وراء. لحظه بتكون فايز إذا هو عنده برضه وراء بتكون فايز. نشوف الآن اللي انتهى الأول عمر صح؟ أيوه. طيب عندك وراء بس عشان بس المشاهد نشوف بس الفوطة. شفتوا اللصقة ما شاء الله بنفس المكان. عمر. طيب بنشوف حسين. ما شاء الله اللصقة ما شاء الله مسنترة. أنا ما أسوي كذا. طبعا هكذا تابعنا هذه الفقرات وطبعا الخزنات المختلفة. كانت مفاجأة للبعض. الخزنات طبعا منوعة. البعض فتحها من أول مرة، البعض من ثاني مرة، البعض من ثالث مرة، والكثير طبعا ما قدر أنه يفتحها. يفتح الله عليهم جميعا. لكن اليوم إن شاء الله 100,000 أيضا تكون من حظوظكم. أنتم صوتوا وأنتم كتبتوا وأنتم شاهدتوا الآن الفقرات خلال 24 ساعة. طبعا الخزنات طبعا من الفقرات التي طبعا لاقت وحازت على متابعات كثيره وانتشار ومشاهدات. تابعتم المشاهدات. الان نعلن ما الحلقه الفائزه معنا. حامد الان طبعا شوف الارقام واضحه وتابعتوها انتم طبعا الان واضح الارقام. الخزنه الفائزه معنا ب 100,000 ريال او اصحابها سيحصلون على 100,000 ريال هي الحلقه 4. وكان فيها المتسابقتان دانيا محمد عبد الله القلم ونسيبة عبد الحكيم من تعز. وطبعا مشاهدات هذه الفقرة فقط خلال 24 ساعة وصلت إلى 26,767 مشاهدة. أما الآن طبعا فيتجاوز العدد ويقترب طبعا ويتجاوز من 100,000 ويقترب من هذا العدد. نبارك للمتسابقتين. هذا كان تصويتكم أنتم، مشاهداتكم أنتم، منحتموهم هذه الجائزة. مبروك دانيا. طبعا فتحت الخزنة دانيا وحصلت 120,000 ريال. ربما أيضا تعاطف الكثير معها بحكم الظروف التي مرت بها. وأيضا نسيبة تحصل أيضا على نصف المبلغ. نتواصل طبعا مباشرة مع منسق برنامج الميدان في محافظة تعز وإن شاء الله يتواصل معهما ويسلمهم المبلغ من الشركة العربية اليمني إسمنت.
هكذا كانت الخزنة. طبعا لاقتراحاتكم للمواسم القادمة سواء في الفقرة الدينية أو في فقرات جديدة، أي فقرات وأيضا تطوير الفقرات والمحتوى الموجود بإمكانكم التعليق على يوتيوب وعلى هذه الحلقات، نستقبل كل التعليقات وكل المتابعات لكم إن شاء الله. خزنات قادمة بأفكار متنوعة وجديدة وفريدة إن شاء الله في مواسم قادمة. غدا ميدان التحدي، ومن هم الأبطال ومن يحصل على 100,000؟ ما حد يروح اليوتيوب الآن لأنه النتيجة كنت اختلفت وتغيرت، ونأخذ خلال 24 ساعة. في أمان الله، إلى غدا إن شاء الله. ثلاث خلي خلي خلاص خلي 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 خلاص 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 خلي خ